بتكوني على السرادة هاي واي بتتفاجئ بمطب، بتتفاجئ بحفرة، ما بتأدي لكتير من الحوادث. نفس الشيء عم يكون بالطرق الفرعية، ولو ويت بتصوره بس يكون في شتاء بتشوفي كيف هون كمان تصير المنطقة أسوأ وأسوأ. أنا عم بدفع كل سنة 167,000 ضريبة بلدية عم بدفع، وكل شهرين ثلاثة عم غير عمل سيارات وساوي السيارة من وراء الجوار. خلصيني بقى كل دواوين ومحتلين، ما بيكفي عن جد قادر اجيب سيارة وعم كسرها كل يوم. جبتها على اساس توفر، طلع الطريق ما وفرت علي شيء، كل يوم بدفع عليها مبلغ. حرام واحدة جبت سيارة مرتبة بهالبلد، حرام. يعني لازم جيب سيارة ابو $1,000 بالزيادة عليها. لو جابوا جرافات ولو جابوا دبابات بدي تكسر على الطرقات هاي، يعني عنا بلدية عنا ولا عضو عنا ولا شيء عنا. ما في، جيب طنبر، رجعونا ايام الطنبر احسن لهم، على الطنبر احلى. كل شيء بلبنان زفت إلا الطرقات، عبارة كفيلة بشرح معاناة الطرقات من أزمات ومشاكل وصعوبات بتواجه أفضل سائقي العالم إذا قرروا سلوك طرقات منطقة خلد شويفات اللي كانت طرقات وأصبحت اليوم خنادق وأبار. لبل تلال صغيرة أزالت كل مظاهر الزفت. كل لبنان، ما بس هون، كل لبنان الجوار كله ما في لما نروح دائما نصلح الدواليب، بنظبط هاي بنعمل هاي. هلا كتير كتير في اهمال، نحن قدمنا كذا شكوى عشان البلديه وعشان الاشغال وعشان كل شيء، عشان الطرقات، والى كذا سنه ما تزفتت. يعني ما حدا سائل، لا ما حدا سائل، بتصور ما حدا سائل. يعني اذا بتطلع على البلديه ما حدا سائل، لا بلديه بتساله، ما هي منطقه بتصور كلها معامل وشاحنات بتمرق من هون ياخذوا منا الضرائب والمسقفات، وهو رئيس البلدية بيعرف هالشي هيدا، وحكيناه كذا مرة واثنين وثلاثة واربعة انه هيدا الطريق بده تصليح، بيوعدنا بكرة وبعد بكرة وما في مصاري. صارنا اكتر من 6-7 شهور بنعاني من هالمشكلة، يعني ما في عنا شي الحمد لله، ما لحد عم يطل. امبارح دقينا لرئيس البلدية لحتى يشيلوا مجرير 4 ايام على الطرقات، وصلت للطريق العام تحت. اكيد بده حل، يعني تركين الأمور الأهم بالبلد وعم يبرموا على أمور ما لا طعم. هلا قد يكون الحديث عن أوضاع الطرقات من المواضيع القديمة جدا، إلا أنه بيفرض نفسه نتيجة الضرر الناجم عن إهمال البلديات والجهات المعنية. فالضرر ما بيقتصر على النواحي المادية فقط، بل بيتعديها ليصيب الناس بأرواحهم وأجسادهم، طالما اعتاد المواطن تسديد فاتورة الإهمال والحرمان. البلدية كمان ما قامت بدورة، في تقصير كتير من مجارير بتطوف كل شتوية تتسكر طرقات، وعنا كمان معاناة كبيرة قصة الكهرباء. هلا بعدني أنا جاي من شركة الكهرباء، أنا صبيت هاي الشقفة اللي هون والبلدية ما أجت ما زفتت. هي يمكن الشتاء أثر كتير على الطرقات والثلج والانجرافات اللي صارت، ما في بنى تحتية مضبوطة. بنعصب من الجوار، يعني بقدر مثل ما بقولوا، يمكن انا بالنسبه لي بيرتفع ضغطي انا بهالشغله هاي من الجوار ومن الموتوسيكلات، سواقه الموتوسيكلات والباصات الفانات. يا انا بتكون دوله بتطلع بالفقير، بتطلع فينا، بتطلع في حالنا، يا ما بدنا دوله، ما بدنا نصوت عدل حدا، بدنا نترك الدنيا فيها مثل ما هي، نطلع نقعد بالخيم الى خاطر، يعني صح ولا لا؟ اصلا صرنا نكره لبنان، يعني مش بس السيارات والطرقات، لبنان كله صرنا نكرهه.